بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نشرح شابتر العاشر من كتاب الإنشاء، المرحلة الأولى. اليوم عندنا differences، طبعا هو العنوان يقول differences، يعني الإنشاء مالتنا والفكرة والمواضيع اللي راح نحكي بيها عنه عن الاختلافات. فأنا قايل لك in this unit، بهذا اليونت you will use double list to brainstorm، سوف تستخدم قوائم لكي تحصل على أفكار متدفقة. brainstorming تجميع أفكار أو أفكار، خلينا نقول عليها يعني الحصول على الأفكار. إحنا مثل ما ذكرنا كل مرة، هذه المقدمة دائما يعني ما إلها فائدة، مجرد دا يقول الأشياء اللي راح ناخذها بهذا اليونت، لا أكثر ولا أقل. طيب خلينا نقول هنا، خلينا نشوف هذا هنا مكتوب، يقول look at the pictures، انظر إلى الصور. tell partner، أخبر زميلك. what you think the differences are between secondary school and university life for this woman، يعني أخبر زميلك عن الاختلافات بين المدرسة والجامعة، حياة المدرسة وحياة الجامعة بالنسبة لل فتيات. فهنا يقول read this paragraph and find out the important differences for the writer. طيب my life changed a lot when I was at the university. حياتي تغيرت من أني بالجامعة. There were 600 students at my school. أكو 600 طالب بالجامعة. And I know nearly everyone. تقريبا أنا أعرف كل واحد. However, there were thousands of students, آلاف من الطلاب at my university في جامعتي. And I didn't know anyone. ولكن ما أعرف أي واحد بيهم. I felt very lonely. حسيت بأن أنا وحيد. At school, the classes were half boys and half girls. الصفوف كانت نص ولد ونص بنات. At the university, بالجامعة, I studied engineering. درست هندسة. And there weren't any many women in the classes. ما كان أكو هواي بنات. طبعا أكيد لأنه البنات ما تروح على قسم هندسة. The biggest change at the university was the style of class. نمط الصف كان مختلف جدا. We had to do a lot of reading and learning on our own. احنا لازم نعمل الكثير من القراءة والتعلم بمفردنا. طيب whereas at school the teacher told us nearly everything to study for the exams. بينما بالجامعة بالمدرسة الأستاذ يخبرنا عن كل الأشياء تقريبا المطلوبة للامتحان. Even though university was more difficult. بالرغم من ذلك فإن الجامعة هي أصعب. I enjoyed it more than my school days. واستمتعت بأيام المدرسة بأيام الجامعة أكثر من أيام المدرسة. After I got used to it. بعد ما احتاجيت عليه. هنا شو يقول read the paragraph، اقرأ الباراجراف عن university life again and answer these questions with partner، وجاوب على هاي الأسئلة أنت وزميلك. أول سؤال يقول how many differences between secondary school and university does the writer mention and what are they؟ كم هي الاختلافات الموجودة بالمدرسة عن الجامعة وشن هي؟ ريدك تذكرها. طبعا الحلول هي موجودة بالأخير، فأنا قايل لك 3 differences، المدارس 3. أولا secondary school was small، مدارس صغار. differences was big، universities are big، الجامعة تكون أكبر. at school there were same number of boys and girls in the classes، نفس الطلاب يقون نفس المرحلة وياك يصعدون
But at the university there are only one few other girls. طبعا وفقا للإنشاء فهو يقول أنا أدرس هندسة والهندسة بيها أكثر شيء شباب ما بيها بنات. At school the teachers told us students what to do study. But at the university the writer had to do a lot of reading and learning alone. بس بالجامعة الوضع مو مثل المدرسة، الجامعة لازم واحد يعتمد على نفسه حتى يطلع المعلومة وحتى يتحضر للامتحان. طبعا هذه كلها أشياء اختلافات من الجامعة نقدر قدرنا نستنتجها من خلال هذا الإنشاء. فاللي يريد يقوله لك الأستاذ الكاتب الإنشاء أنه أنت لازم تعرف الاختلاف ما بين شيئين في الإنشاء، لازم تعرف تكتب عن اختلافات. يقول the writer says that biggest differences between school and university was the style of class. Do you think this was positive or negative differences? Explain your opinion to a partner. ناقش انت وزميلك هل انه النمط الصف هو اكبر اختلاف. يعني انا برأيي الشخصي I don't think so، ما اعتقد ذلك. اختلافات تكون كبيرة جدا، ليست فقط في الستايل وانما في التعامل، في طريقة التعامل مع الأستاذ. هناك اختلافات كبيرة جدا وليس نظام الصف هو الوحيد، بالعكس أكون أصلا يعني هسه حاليا اللي قاعد نشوفها بالجامعات نفس الستايل مال الصف بالجامعة والإعدادية، ماكو فرق تقريبا، يعني فرق كبير جدا، ولكن التعامل والأسلوب والمعلومة والامتحان هذه الأشياء كلها تختلف اختلاف كبير جدا بين الجامعة وهذا الموضوع هو حر، يعني تقدر you can write whatever you think، ايش تعتقد. What are or what will you be difference the differences for you between school and university؟ تعتقد ان الاختلافات بين الجامعة والمدرسة شنو هي برأيك؟ اعتقد انا ذكرت هذا الموضوع، فالاختلافات تكون في تعاملك مع الأستاذ، تعاملك مع زميلك يختلف، وجهة نظرك تكون او يعني البوينت اوف فيو مالتك بالجامعة تختلف اختلاف كبير جدا عن الجامعة عن المدرسة. مدرسة انت عندك اشخاص محددين تعرفهم فلان وفلان وفلان ابن فلان، بس بالجامعة الوضع يختلف، انت راح تكون شخص نادر، يعني احتمال انت الوحيد اللي من المحافظة، احتمال انت الوحيد اللي من عشيرتك ومن عائلتك بهاي الجامعة، فاكو اختلاف كبير جدا يعني. طيب هنا يقول look at the pictures and tells the barometer how you think the summer and winter are differences. كيف تختلف الصيف والشتاء. In Barents، Barents يعني هي سلسلة جبلية، خل أشوف لكم إياها. طبعا هذه هي Barents، جبال البارانس برانس أو البيرنيو، سلسلة جبال تقع جنوب غرب أوروبا بين فرنسا وإسبانيا، تمثل الحدود الطبيعية بينها. طبعا ها كلش حلوة الجبال، ان شاء الله يوم تزورونها كلكم يا رب. شوفون الصور شلون حلوة مرتبة، هذه هي الجبال، شوفها شلون تصير بالشتاء شلون ثلج، وهي ايضا بالصيف جميلة جدا. فيقول شنو هي اختلافات، طبعا اكيد اختلافات كبيرة مثل ما شفتم بالصور هسه شوفتكم. فهنا راح نقرأ عن فصل الشتاء في مدينة في جبال البارانس. Spend a year in Barents, Barentses or Barents, and you will be amazed by difference between the summer and winter season. راح تندهش بالفرق ما بين الصيف والشتاء. The summer season is warm. فصل الصيف يكون دافئ. And everyone likes to go walking and clamping. كل واحد يتمنى يروح هناك ويتسلق الجبال. People also go on hikes in many mountains and watch the wild life. والناس هناك تشوف تمشي بالهايكس. يعني هذه يشوف يعني يقول لك بشت شوف، طبعا هالمناظر كلها طبيعية وحقيقية، هذه كلها في 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 هذه المدينة يشوف الناس شلون تروح وتسلق الجبال وتقضي وقت جميل جدا في هذه المناطق الجبلية الجميلة جدا. طيب
يقول لك summer is very green and many tourists visit countryside. والعديد من السواح يروحون يزورون هذه الأرياف الجميلة. However, بالرغم من ذلك طبعا هذا هنا شوف اختلاف ده راح نحكي عن الاختلاف. Winter is even more spectacular. منظرة خلاب. It snows a lot in the parents. يكون ثلج في الشتاء. And scenery looks beautiful. والمشهد يبدو جميل جدا. It's a great for skiing and snowboarding. للتزحلج. As there are a lot of different runs through forests and open areas. لأن أكو مناطق مفتوحة وغابات تقريبا جميلة وصالحة للتزحلج ولقضاء مدن أوقات جميلة جدا. طبعا هذا هو كل ما يعني الإنشاء كله يتحدث عن هاي المدينة واختلاف الشتاء عن الصيف. لا شوف هنا يقول read the paragraph. اقرأ الإنشاء مرة أخرى وسوي list. طبعا هنا راح نتعلم اليوم شغلة جديدة بأي إنشاء. إحنا هنا راح نتعلم أن شلون الإنشاء مالتي أسوي بيه اختلاف. طبعا من خلال هاي الطريقة خلينا نكتب ملاحظة يمنا مهمة كلش. لكتابة إنشاء يحتوي على تناقضات. لكتابة إنشاء يحتوي على تناقضات. لكتابة إنشاء يحتوي على تناقضات. نعمل ما يسمى بالدبل ليست. نعمل ما يسمى بالدبل ليست. دبل ليست شنو هي؟ طيب هسه راح اقول لكم. نعمل ما يسمى بالدبل ليست وهو عبارة عن كتابة شيئين مختلفين على شكل قائمة. اكتب عن شيئين مختلفين على شكل قائمة. هذا السمر وهذا الوينتر. اجي اتكلم عنه. وام دافئ هذا كولد. هنا اكو كلمبينج. هنا اكو بارتيز. هنا اكو نلبس شورت وتي شيرت. هنا نلبس سكيرف وهاس وغلوفز يعني الملابس. هنا عندنا نظارات بينما اكو ثلج. يعني هنا عندك شمس قوية هنا عندك ثلج. هذا كله اختلافات. هنا راح تشاهد الطبيعة البر. هنا راح تشاهد مناظر جميلة جدا للثلوج. فهذا هنا راح تكتب تناقض. مثلا على سبيل المثال خلينا نكتب إنشاء على سبيل المثال عن يعني مثلا على سبيل المثال خلينا نكتب عن جامعة بغداد مثلا والجامعة الأمريكية مثلا بالشمال. فهنا راح نكتب الاختلافات. هذه حكومية وهذه خاصة. هذه تدفع فلوس هذه ما تدفع فلوس. هذه بها أساتذة أجانب هذه ما بها أساتذة أجانب مثلا. يعني المنظر كذا. ويعني راح نحكي عن الأشياء الاختلافات ما بين الشيئين بمفردات بسيطة قائمة. بعدين نجي نكتب إنشاء وناخذ هاي المفردات ونضمنها من ضمن الإنشاء. هنا يقول لك choose one of the topic, use double list brainstorming, وسوي تدفق أفكار من خلال هذه الأشياء اللي هسه علمتكم عليه. يقول لك أولا تحدث عن primary school, secondary school, المدارس الابتدائية والإعدادية. أوكي احكي لنا عن الاختلافات ما بين المدرسة الإعدادية والجامعة والمتوسطة الإعدادية والابتدائية. مثلا أفضل صديق لك قبل 5 سنوات وصديقك هسه حاليا. مثلا ما بين على سبيل المثال صديقك وأقاربك. يعني أي شيئين مختلفين تكتب عنهم. مثلا نكتب عن الاختلاف ما بين الآيفون والأندرويد. نشوف شنو الفرق ونظام السامسونج ونظام ويعني الفوائد اللي بيها هنا وهذا الأشياء اللي بيها والسعر وكل شيء. يعني كل شيء بفائدة وبمضار أكيد. يعني language focus. هناك كم شغلة مهمة جدا. احنا عندنا هنا كلمتين لنستخدمهن للتناقض. عندنا however و whereas. however بالرغم من ذلك whereas أيضا تقريبا معناها بينما أو أثناء أو شلون نقول whereas بينما. يعني however بالرغم من ذلك whereas بينما. لازم نعرف ملاحظة كلش مهمة بأن الهوفر دائما قبلها نقطة وراها فارزة بينما الوراس قبلها فارزة وما يجيني وراها أي شيء. ومثل ما نعرف بأن الوراس إذا أجتني بالبداية لازم يجيني فارزة بالنص. هذا الشيء كله
ماخذينه يعني. هاي ملاحظات مهمة خلينا نكتبها يمنا. Look at the paragraph. انظر إلى الباراجراف الثاني اللي يحكي عن الجبال. Note the punctuation used with the words. لاحظ على التنقيط. طبعا التنقيط احنا ماخذينه ونعرف شنو هو. هنا ايضا على موضوع التنقيط احنا نعرف، انا ذكرت لكم وخلي ارجع اعيد لكم اياها مرة اخرى. الهاوفر قبلها نقطة وراها فارزة، الويرس يجيني قبلها فارزة، بس اذا اجتنا بالبداية حط الفارزة بالوسط، فارزة تكون بالوسط. Connect these ideas with whereas or however. Add punctuation where needed. وأضيف التنقيط وين ما تحتاج. طبعا هنا راح نحذف نضيف أدوات التنقيط، وطبعا هذا الحلول موجودة بالنانا عندنا هنا. شوف هذا، وعندك الفارزة مخليها بالوسط. شوف الوارزة الوراس بالبداية، عندنا فارزة بالنص. شوف هنا عندك وراس خلينا قبلها فارزة. however نقطة وفارزة. طبعا احنا هذا نفس الحكي تطبيقا للملاحظة اللي ذكرناها. بالنسبة لي ال writing focus organizing a comparison paragraph. When you compare two things, summer and winter, you have two choices for organizing your paragraph. إذا عندك خيارين حتى أنت تسوي هنا عندك الباراجراف، اللي هو إنه أنت تحكي بالبلاك، first block والsecond block. طبعاً البلوك هي شلون جاي من كلمة بلوكه، بس واحد يتفاجئ يقول شلون؟ اي نعم، جاي من كلمة بلوك الكتلة، يعني كتلة الفيرس وكتلة السكن. الجملة الأولى نحكي عن الجانب الأول، الجزء الأول والجانب وثانيا نكتب نحكي عن الجزء الثاني اللي هو من عبارة however. بالبداية حكينا عن السمر بلا 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 بالسمر، بعدين حكينا عن الوينتر وبدينا هم نحكي عن الوينتر. فهذا هو الفكرة. University style بالبداية الفيرست بلاك بلا 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 وإلى آخره، إلى أن بدينا نحكي بthe biggest change، الاختلاف الكبير، بدأ نحكي عن الجزء الثاني. فهذا هو فكرة الباراجراف. Look at the maps of the UK and Australia. المناخ اللي بUK بريطانيا وبأمريكا، نشوف الفرق بيناتهم. ويقول لك اكتب لنا عن هذا الموضوع. طبعا لا يحكي لك عن لندن وعن سيدني، احكي لي عن الجو اللي بلندن واحكي لي جو عن الجو اللي بسيدني. سيدني باستراليا، لندن بريطانيا. On your own complete the paragraph comparing London with Sydney. هنا اقول لك اكتب لي انشاء او قارن لي عن لندن وسيدني. طبعا هذا موضوع بعد خاص بك، تدرب عليه انت وتكتب انشاء وتعدله انت واصدقائك وكالعاده، هذا الشيء تعرفنا عليه، بعدين تسلم للاستاذ مالتك. هذا كل ما يوجد بالنسبه للفصل العاشر.